هتلاقي أفيشات أفلام، كتب نادرة، مطبوعات أول مرة تسمع عنها، صور لناس أثروا كتير قوي في حياتنا. هنا زي مغارة علي بابا، بس فيها اللي أغلى من الذهب والياقوت والمرجان. فيها تاريخنا، لحظات نادرة من انتصاراتنا، لقطات حية للماضي اللي بنحن ليه وبنلمح طيفه، في صورة، في صفحة كتاب، في فيلم قديم، في بوستر لفيلم قديم. هنا تاريخ وطن.